النتيجة. حكيم زياش ماذا يقول بعد هذا الفوز والميدالية الذهبية التي فاز بها كلاعب عربي جديد يتوج بهذا اللقب الكبير؟ السلام عليكم حكيم. Congratulations. Thank you. تهانينا لك بهذا الفوز. ما هو إحساسك اليوم أنت وصلت إلى هذا النهائي واليوم لعبت خلال الموسم وسجلت في دوري الأبطال؟ لا يمكن أن أصف هذا الشعور بكل تأكيد، ولكن أعتقد أنه كان تحديا كبيرا. ليس لدي كلمات للتعبير عن الإحساس. أعرف أنك لم تلعب، ولكن ما هو شعورك الآن؟ هل كنت متوترا؟ كانت مباراة تكتيكية، كانت مباراة صعبة من الفريقين. الجميع كان يقف وقفة جيدة وينتشر بشكل جيد. لم تكن هناك فرص واضحة، ولكن في نهاية الأمر حققنا هذا الفوز ويجب علينا أن نستمتع به. عندما سألتك في يوم الأربعاء عندما تواجه فريقا يستحوذ على الكرة سيترك فراقات، ربما كانت هناك 5 لمسات إلى هافرس وكانت مواجهة 1-1. نعم هذا ما حدث. نعم لقد تحققنا ذلك في مرة وسجلنا الهدف، ويجب أن نستمتع. مع أياكس كنت قريبا للوصول إلى النهائي في الموسم الأول، هنا تفوز بدوري الأبطال. بكل تأكيد أتيت إلى هذا النادي لتحقيق الألقاب، وفي الموسم الأول أحقق هذا اللقب الكبير. أنا فخور جدا. أيضا قلت لك يوم الأربعاء أنك ستكون المغربي الثاني للحصول على هذه الكأس. نعم أنا فخور جدا. أشاهد الجماهير هل تشعر بوجودهم. تهانينا لك مرة أخرى. شكرا جزيلا.